اهلا وسهلا لي زامي، نتمنى تكونوا كاملين ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم جيت نبروبوزي عليكم واحد لا ريسيت بوغ العيد ان شاء الله، واحد لو غاتو ديال اللوز. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالمقادير غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، دونك تكون لينه، زلافه ديال اللوز اللي قطعتها بيدي افيلي، فوالا احسن ما نطحنوها باش كتجي باينه في لو غاتو، كاس لارب ديال سنيده، الزهر ثلاثه ديال المعالقات ديال الزهر، والطحين حسب الخليط. انا دائما كنفضل نهرس الفورس بكاس ديال الشوفان او الخرطال او لي فلوكون دافوان، دونك اللي كنطحنو كنردو فاغين. الا ما عندكمش تقدروا تكتفيو غير بالفورس. والشكلاط للتزيين، دونك يلا ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نخدموا الزبده مزيان مع السنيده، غادي نزيد الزهر القياس ديال واحد 3 د المعالقات كبار، ريحه غزاله طالعه. اللوز دونك لي فيها هي العجينه من بعد ما تجمعات، ها هي لا تيكستور ديالها، ما كتكون خفيفه بزاف ني قاصحه. فوالا انا دونك لي بدات، فوالا دابا غادي نبداو ندلكوها. دونك غادي نديرو شويه ديال الفورس على لو بلان دو ترافاي، على سطح العمل. فوالا ندلكوها. انا اختاريت هاد جوج طوابع باش غادي نطبعهم، دونك فوالا حاولوا ما نضيعوش بلاصه بحال العاده باش ما نبقاوش نعاودوا في العجينه بزاف د المرات.
هو لو غاتو ديالنا واجد باش يدخل الفران. دونك بالنسبه للكميه انا خرج ليا جوج طباصيل، يعني هاد الطبسيل هذا وطبسيل واحد اخر بحاله. دونك نتوما تقدروا ديروا نصف الكميه ولا تضبلوا المقادير. دونك انا غادي ندخلو يطيب في الفران على درجه حراره 170 درجه. دونك حداو معاه راه دغيا كيطيب ونرجع لكم باش نزوقوه بالشكلاط. دونك لي فيها هو الشكل النهائي ديال لو سابلي دلوز ديالنا، كيجي فريمون رائع. انا بعدا كنحماق على هاد لو سابلي باغمي لي سابلي لي واعرين كيعجبوني بزاف. دونك فوالا نحداو معاه باش ما يتحرقش الفران لانه دغيا كيطيب. دونك اون باراليل انا ذوبت في الباماري لو شوكولا ديالي. فوالا دونك الا عندكم الشكلاط من النوع الجيد مزيان، الا عندكم الشكلاط العادي تقدروا تزيدوا معاه الكاكاو ملي تكونوا كذوبوه. دونك غادي نبداو كنزوقوا لي سابلي ديالنا. دونك انا غادي نخدم هاد لو بابي كويسون اللي ديجا طيبتو فيهم. دونك ولا نبداو على بركه الله. دونك باغ اكزومبل نشدو القلب ونديرو لا مواتيه ديالو في الشكلاط. فوالا ونحطوه فوق البابي تينشف. دونك غادي نعاودو بنفس الطريقه. فوالا بالنسبه للمدورين سواء غادي ديري لهم حتى هما لا مواتيه سواء نوريكم طريقه واحده اخرى. دونك غادي ديروا فيه ماشي، دونك غادي ديروا فيه غير ربع وتحطوه ينشف وعاد تهزوه وديروا فيه الربع الثاني بالنسبه اللي باغيين يلعبوا شويه فوالا. دونك غادي نعاود وحده اخرى، غادي ندير فيها الربع فوالا فوالا. غادي نحطها تنشف وعاد ندير فيها الربع الاخر. بعد ما برد الشكلاط ديالنا غادي ناخذ هادو اللي مدورين اللي درنا لهم غير ربع فوالا، نحاولوا ما نقيسوهش ونديروا عاوتاني ربع من هاد الجهه ديال الشكلاط. فوالا لي في، وغادي نخليوها حتى هي تنشف. هو الشكل النهائي ديال لو غاتو ديالنا، كيجي فريمون رائع. نتمنى انكم تجربوه، نوريكم. فوالا انا ديالي باقي ما نشفش مزيان ولكن خاصني ندير لكم لو مونتاج. فوالا خليه يبرد مزيان، كيجي فريمون رائع. فوالا ديال القلب
دونك نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، ونتمنى فعلا انكم تجربوها لانها كتجي فريمون غزاله. دونك كنقول لكم عيد مبارك سعيد، اي على بروشان فيديو ان شاء الله. ما تنساوش لي لايك والاشتراك في القناه. مرحبا بكم وبسلام عليكم.